السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بشكركم على تعليقاتكم الحلوة وعلى دعمكم ليا باستمرار. النهاردة ان شاء الله هعمل أكلة حلوة في حلة واحدة، هعمل كبسة الجمبري بطريقة سهلة وبسيطة هتعجبكم ان شاء الله. لعمل كبسة الجمبري هحتاج 1.5 كوباية من الرز البسماتي مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة ومتصفي، 0.5 كيلو من الجمبري مغسول ومتنضف كويس، 2 طماطم متقطعين مكعبات صغيرة، 0.5 كوباية من الكزبرة الخضراء المفرومة، بصلة كبيرة مفرومة، 2 حبهان، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الجنزبيل المبشور، وللبهارات معايا معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسمر، الكزبرة الناشفة، البابريكا، الكمون، الكركم، ومعايا كمان ملح. أول حاجة هخلط كل البهارات مع بعض عشان تسهل معايا الشغل بعد كده. ولو عندك بهارات سمك هتضيفي برضو معلقة صغيرة منها. في حلة على النار هضيف 2 كبار من الزيت، وهنزل بالجمبري ونص كمية البهارات. ورشة من الملح. وهشوح الجمبري مع البهارات لمدة 2 دقايق لحد لما الجمبري يتغير لونه. دلوقتي بقى هرفع الجمبري في طبق، وكمان الصوص اللي نزل من الجمبري هحطه في طبق على جنب. في نفس الحلة هضيف 2 كبار من الزيت، وهنزل بالبصل وهشوحه شوية. هضيف بعد كده الثوم المفروم والجنزبيل وهشوحهم مع بعض كويس. دلوقتي هنزل بالطماطم والكزبرة المفرومة ونص كمية البهارات. هضيف 2 حبهان والصوص اللي نزل من الجمبري. وهضيف المية السخنة والملح. الرز البسماتي اللي انت بتشتريه من السوبر ماركت بيبقى مكتوب على الكيس كمية المية اللي انت هتستخدميها. بالنسبة للرز اللي معايا، كل 1 كوباية من الرز البسماتي المنقوع بحط قصاده 1.5 كوباية من المية المغلية. بعد كده هضيف الرز واسيبه لحد لما يشرب المية.
بعد ما الرز خلاص شرب المية هضيف عليه نص كمية الجمبري وهقلبه تقليبة لحد لما الجمبري يختلط بالرز، وباقي كمية الجمبري هحطها على الوش وهسيبه على نار هادية لحد ما الرز يستوي، وبعد كده هقدمه. شايفين قد ايه الرز مفلفل مش معجن خالص؟ هقدمه في طبق التقديم وهحط على الوش الجمبري وهزين كمان بالكزبرة. قدميه مع طبق سلطة وبالهنا والشفا. بتمنى من الله التوفيق في اي حاجة بقدمها لكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك حلو زيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.